رأى عدد من البريطانيين أن قرار طرد الأمير هاري وزوجته ميغان من منزلهما في ضيعة ويندسور التابعة للعائلة الملكية البريطانية، وهو ما يحرمهما من أي مقر إقامة في بريطانيا، عمل انتقامي وعنصري. وكان المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان المعروفين أيضا بلقب دوق ودوقة ساسكس، قال الأربعاء الماضي إن الزوجين طلب منهما إخلاء منزل فروغ مور كوديج الريفي الواقع داخل أراضي قلعة ويندسور التي يعيش فيها الملك تشارلز الذي اعتاد هاري وميغان العيش فيه عندما كان في بريطانيا. وجاء بيان المتحدث باسم دوقه ودوقة ساسكس ونشر على مجلة بيبول الأربعاء الماضي بعد تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية يفيد بأن الملك تشارلز يخطط لنقل شقيقه الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث إلى مقر إقامة الزوجين في ويندسور. بهذا التأكيد فقد الزوجان مقر إقامتهما الوحيد في بريطانيا الذي أهدتهما إياها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأقاما فيه عام 2019 قبل أن ينتقلا إلى ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميغان عام 2020 بعد أن تخليا عن دورهما في العائلة الملكية. وحسب مجلة بيبول فقد غطى الأمير هاري تكاليف تجديد المنزل في ويندسور والتي بلغت نحو 3 ملايين دولار من صندوق المملكة المتحدة المخصص للعائلة الملكية. وشهدت العلاقة بين الزوجين والعائلة الملكية توترا مؤخرا، وذلك بعد إصدار هاري وميغان وثائقيا على شبكة نيتفليكس، ونشر الأمير هاري كتابا عن حياته حيث وجهت فيهما انتقادات لاذعة للملك تشارلز والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. وأحدثت الأنباء المتداولة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي حيث وصف متابعون قرار الملك تشارلز طرد نجله وزوجته بالانتقام بسبب وثائقي نتفليكس وكتاب هاري الأخير. وقالت الكاتبة شولا موس شوغبا ميمو إن تلك الخطوات كانت محفوفة بالعنصرية، إذ أن الملك تشارلز والأمير ويليام يهاجمان الأمير هاري لمعاقبة ميغان. وأضافت أعتقد أنهم يلومونها على كل شيء بسبب أصلها الأسود. وكتبت موس شوغبا ميمو على حسابها في تويتر أن طرد الملك تشارلز هاري وميغان من فروغ مور كوتيج هو انتقام خالص بسبب كتاب سبير أي الاحتياطي الذي نشره الأمير هاري. يا له من أب ضعيف وجبان، قسوته لا تليق بملك، وكأن العائلة المالكة ليست لديها ممتلكات أخرى لإيواء الأمير سيء السمعة أندرو، خطوة غير حكيمة للغاية من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية. يشار إلى أن الأمير أندرو اضطر إلى ترك الحياة العامة بسبب صداقته مع الخبير المالي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا اعتداءات جنسية. والعام الماضي عقد أندرو تسوية قضائية لإنهاء دعوى مدنية رفعتها عليه الأمريكية فيرجينيا جوفري بتهمة الاعتداء الجنسي. من جهتي قال الصحفي البريطاني دينكان لاركومب إنه انتقام، هذه خطوة مثيرة للشفقة، لديهم كثير من القصور والممتلكات، لكنك عندما تهاجم أسرتك تعتبر غير مخلص. أما الصحفي دان ووتون فقد كتب على حسابه في تويتر: كنت قلقا من أن الملك تشارلز تعامل بضعف كبير في تعامله مع ابنه الخائن الأمير هاري وزوجته المدمرة ميغان، لكن قرار طردهم من فروغ مور كوتيج بعد كتاب سبير الذي لا يغتفر هو دليل على أنه لن يتحمل حماقاتهم إلى الأبد. ونادرا ما عاد هاري وميغان إلى بريطانيا منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة، لكنهما كانا يستخدمان منزل فروغ مور كوتيج في المناسبات القليلة التي زار فيها البلاد، مثل الاحتفال الذي أقامته الملكة الراحلة إليزابيث العام الماضي بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. وتفاقمت حدة التوترات بين الزوجين وبقية أفراد العائلة المالكة منذ ذلك الحين بعد أن وجه الأمير هاري انتقادات لاذعة للعائلة ومساعديهم في كتابه سبير الاحتياطي الذي حقق مبيعات قياسية. وأثارت الخلافات شكوكا كبيرة حول إذا ما كان هاري سيحضر حفل تتويج والده الملك تشارلز مايو آيار المقبل. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.